زي ما تعودنا مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر، بنحاول نقدم لكم تقارير كده عن ملخصات حلقات مسلسلات رمضان السنة دي، الحلقات ال 25 من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان كان فيها أحداث كتير مشوقة، خصوصا مسلسل الكبير للنجم الكبير أحمد مكي الجزء الثامن، كمان الحلقات رقم 10 من مسلسل بقينا 2 لشريف منير، وبدون سابق انذار لياسر أسين. تعالوا نشوف مع حضراتكم أحداث حلقات امبارح. الحلقات ال 25 والعاشرة من مسلسلات الدراما الكوميدية والاجتماعية شهدت أحداث كتير. الحلقة 25 من مسلسل الكبير قوي 8 شارك حزلقوم في مسابقة برنامج مين هيكسب النص مليون، وبعد كل سؤال بيكسبه بينزل يحتفل مع هجرس ومربوحة والعترة، وهنا المذيع عمرو رمزي بيتضايق وبيقول لهم، وكل مرة بيكسب فيها حزلقوم بيبقى بمساعدة الكبير من الخلف وبيكح بعدد الإجابة الصحيحة، ولما جه السؤال الخامس دخلت الأسئلة في مستوى أصعب وتحجج حزلقوم بأنه عاوز يروح الحمام، وهنا راح له هجرس والعترة علشان يبلغوه بالإجابة، وفي الآخر كسب 10,000 جنيه. إيه هي هواياتك؟ في اختيارات؟ اختيارات إيه؟ أنا بسألك على هواياتك أنت يعني بتحب تعمل إيه في أوقات الفراغ مثلاً؟ يعني هل مثلاً بتجمع طوابع، بتروح الجيم كده يعني؟ شهدت الحلقة 25 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي أحداث كتير، كان أهمها ظهور رجل الأعمال يحيى شاكر اللي بيقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، وطلب مقابلة مختار أبو المجد اللي راح له وقعد معاه واتناقشوا في موضوع بيع البيت، وبيحاول يقنعه وبيأكد له إنه خسر كل حاجة. 600 بس هتعب بقى في حرف الميم. حضرتك يحيى شاكر؟ أيوة يا سيدي، اللهو الخفي اللي ما بيظهرش إلا لقليلين جدا. بدأت الحلقة 25 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج بانهيار رندا قدام علي وهو مقيد قدامها بالحبال لحد ما جه علشان يكتب كتابهم. كانت رندا ماسكة في إيدها سكينة وعلى وشك إن هي تقتله، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة وقررت تهربه وقالت له إنها مش عاوزة تتجوزه، وفي نفس الوقت هتتخلص من الجنين اللي في بطنها حتى لو كلفها الأمر حياتها. خدني وخلع هرب، انا اللي فاضي ده انا هموته، واللي يحصل يحصل ان شاء الله حتى اموت، المهم ما يبقاش عيل منك عشان لما يكبر ويتولد ما يصحش. في الحلقة العاشرة من مسلسل بقينا 2 دخل أدهم أو شريف منير في مشاكل بشأن العلاقة الجديدة مع ندى، وحس بالغيرة عليها بعد ما قالت له إنها بتحب الدنيا بلا أي قيود وبيرفض خروجها في الفجر، في نفس الوقت هي كمان بترفض لأن ده معاد شغلها. من ناحية تانية بتقابل ياسمين عاصم وبتقول له إن ريكو بتحبه وبتحاول تصلح العلاقة ما بينهم وطلبت منه العودة للبيت. لا مش مسألة استئذان يعني، بس على الأقل تاخدي رأيي. آخد رأيك لو حاجة تخصنا إحنا الاتنين، لكن دي حاجة تخصني أنا لوحدي، ما أظنش المفروض يعني أقدم ريبورت عن يومي. كمان شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل فراولة قدوم رجل الأعمال مؤنس أبو الليل وعماد الغول لمقر شركة فراولة علشان يشكروها على اللي عملته للصلح بينهم، وكل واحد فيهم إدالها شيك بمبلغ مالي كبير نظير اللي قامت بيه. فراولة كمان قابلت العميل الصيني يانج وطلبت إعادة الحجر اللي سرقه من مقر الشركة، ورد عليها بإنه رجعه علشان ملكه. مجدك مين يا أبو مجدي؟ مجدك ده هي اللي عملته مش أنت، أنت لما اختفيت كانت هي بتصنع المجد. أنا من صنعت فراولة نفسها يا شندويلي، لولاي لكانت ما زالت موظفة في شركة عقارات. توالت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار للنجم آسر ياسين والنجم عائشة بن أحمد، شهدت الحلقة خيط جديد في محاولات ليلى للبحث عن ابنها الحقيقي بعد ما كتبت بوست على فيسبوك بتدور فيه على ابنها، هنا ظهر شخص وطلب التواصل معاها بخصوص معلومات بتخص الطفل المفقود. ايه ده انت هنا يا بابي؟ هنا وبعمل لك فطار كمان. صباح الفل. روح النور. ايه ده هو ايه اللي في وشه ده؟ وقعت امبارح وانا ماشي في الشارع. صباح الخير. صباح الفل. صباح النور. يلا اغسل سنانك.